من أعظم النعم التي يسوقها الله سبحانه وتعالى للإنسان هي نعمة المعاناة. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا الشيء الذي أرسله لك بطن الله سبحانه وتعالى فيه خير عظيم. أنت لا يمكن أن تتصل بهذا الخير إلا إذا لمست النفس المطمئنة، لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال في سورة الواقعة: إذا وقعت الواقعة، في معاناة صارت، في مشكلة صارت، هذه المشكلة في ناس راح يستفيدوا منها وفي ناس ما راح يستفيدوا منها. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، في ناس راح يستفيدوا من هذه المعاناة ويرتفعوا في حياتهم، وفي ناس راح ينخفضوا، لأن هؤلاء الناس لم يتعلموا الحكمة الإلهية. لأن الله سبحانه وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، عندما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشرح: إن مع العسر يسر، ولكن الإنسان عندما يهدأ ويتصل ويلمس النفس المطمئنة مباشرة تأتيه الإلهامات من عند الله جل جلاله، ويصبح هذا الإنسان قادر أن يتطور في حياته. لأن المعاناة التي جاءتك على مستوى البدن معناته هذا محفز لك عشان أنت تنتبه على غذائك وتنتبه على الحركة والرياضة والنوم. المعاناة التي جاءتك على مستوى الأفكار هذا محفز لك أنك أنت ترجع وتطهر أفكارك وتزكي نفسك. المعاناة التي جاءتك في العلاقات الاجتماعية، لولا هذه المعاناة الله سبحانه وتعالى ما راح يهديك إلى أنك أنت تكون إنسان واعي وإنسان مثقف. لأن الإنسان الذي يعيش دور الضحية ولا يلمس النفس المطمئنة، النفس التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه عندما قال: يا أيتها النفس المطمئنة، لأن المحصلة، محصلة حياتي أن النفس مطمئنة بغض النظر عن الظروف اللي أنا أعيش فيها. لأن التحدي أني أنا أكون مطمئن مش لما كل شيء موجود معاي، التحدي أني أنا أكون مطمئن لما كل شيء ممكن ينشال من حياتي. لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرين يا الله؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن يا رب عارفين أن كل شيء هالك إلا وجهك، ونحن كذا كذا راجعين إليك، ونحن حتى وهذه الأشياء راحت من حياتي أنا لن أسمح لأي شيء يزعزع النفس المطمئنة اللي أنا أعيشها في حياتي. عشان كذا الإنسان المطمئن هذا الإنسان الذي يستطيع أن يخرج من الطبقات اللي هو فيها إلى طبقات أفضل وأجمل وإلى الحلول بمنتهى السرعة. لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله سبحانه وتعالى راح يرضيك، يعني راح يرضيك في المصيبة أو في المشكلة اللي أنت عليها، ولكن بشرط أنك تصل وتتصل بالنفس المطمئنة. لأن اتصالك بالنفس المطمئنة هذه علامة حقيقية على إيمانك بأن الله على كل شيء قدير، إيمان حقيقي بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء محيط، وأن الله سبحانه وتعالى محيط وسميع وحسيب لكل الأشياء اللي تصير حواليك. ولأنك مؤمن بأن الله على كل شيء قدير، إذا أنا راح أطمئن، لأني أنا عالم أن الله سبحانه وتعالى أراد لي الخير، أني أنا أتطور في المشكلة اللي جاءتني. لأن لولا هذه المشكلة أنا مستحيل أوصل إلى الحلول الكبرى اللي تجنبني العذاب الأكبر. والله سبحانه وتعالى بينها صراحة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، قال دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. عشان كذا عشان ترجع إلى الله، عشان ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يسوق لك هذه الابتلاءات حتى تنتبه وتفتح عيونك أن هذه المعاناة نعمة من عند الله جل جلاله، على أساس أنت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أفضل. ولن ينتقل الإنسان إلى هذه المراحل إلا إذا أدرك الحكمة الإلهية وأدرك بأن الله سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم. عندما بين الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات عندما يحكم الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان الذي وصل إلى مرحلة السكينة، فراح تتفاجأ أن كل الأشياء اللي كانت ما تتغير راح تتغير، لأنك أنت اتصلت بهذه السكينة واتصلت بهذه النفس المطمئنة اللي مستحيل الله سبحانه وتعالى ما يرضيك
فيها. أتمنى الرسالة وصلت، أدري أن المقطع ممكن يكون شوي سريع ولكن رسالة عميقة جدا، وأتمنى أنها وصلت إلى قلبك.